السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في لاشين ايديكاتيف دو لا لونغ فرونسيز، مسيو مصطفى. فضلا وليس امرا، يرجى منكم عمل متابعة، اشتراك، الضغط على الجرس ليصلكم جديدنا دائما. درس اليوم سوف يكون لي بارتي دي كور دان انيمال. لا تات، الرأس. لي موستاش، الشنب. لي سير، المخالب، حادة ودائرية. لي مامال، الأفداء. لو بواتري، الصدر. لا بوس، الحدبة. لي غير، خطوط المتواجدة على جسم الحمار الوحشي. لبك، المنقار. لا كو، الذيل. لي كروك، الأنياب. لو دو، الظهر. لا كاراباس، القوقعة. لا كرينيير، العرف. لو ترومب، الخرطوم. لي زوغي، الأذنين. لو نازو، المنخار، الأنف. لزال، الأجنحة. لكو، العنق. لنجوار، الزعانف. لصبو، الأقدام. لا جيل، اللسان. Le poil, الوبر. La plume, الريشة. La crête, عرف الديك. Les griffes, المخالب. Les pattes, الأرجل. Le pelage, الجلد. Le museau, الكمامة أو الفم. Le corne, القرن. شكرا على حسن المتابعة، ولا تنسوا عمل تفعيل الجرس، المتابعة، المشاركة والإعجاب ليصلكم دوما جديدنا، والسلام عليكم.